بذلت مصر جهودا كبيرة للسيطرة على أسعار البنزين والمشتقات البترولية مع وجود خطة استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك المشتقات خلال العام الجاري لتتحمل عبئا ماليا كبيرا لدعم المواد البترولية. المزيد تستعرضه لنا زميلة سمر الزهيري. إليك سمر. شكرا لك رامي. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية للسيطرة على أسعار البنزين والمشتقات البترولية لتتحمل نظير ذلك عبئا ماليا كبيرا لدعم المواد البترولية وتوفير المنتجات البترولية محليا، الأمر الذي قلص الاعتماد على الاستيراد بشكل كبير مع وجود خطة استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات البترولية خلال العام الجاري عن طريق التوسع في إنشاء معامل التكرير. وفي ظل استيراد مصر غالبية احتياجاتها من المنتجات والمشتقات البترولية فإنها تواجه ضغوطات مالية كبيرة، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة والتوترات في البحر الأحمر، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين على حركة النقل البحري. ورغم ذلك تحملت الدولة في 3 أشهر فقط نحو 5 جنيهات دعم على كل لتر سولار، كما أنها تتحمل دعما يصل إلى حوالي 178 مليون جنيه. هذا بكل تأكيد إلى جانب قرار القيادة السياسية الخاص بتثبيت سعر السولار لفترات طويلة سابقة، بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه في السوق المحلية، مع توجيهات الحكومة بضرورة ترشيد استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 50%. هذا وعملت الدولة على تحقيق الاستقرار للسوق المحلية، إذ تمت تلبية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المشتقات النفطية والغاز الطبيعي، كل ذلك رغم أن الدولة تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها من المنتجات البترولية من الخارج بإجمالي يصل إلى حوالي 100 مليون برميل سنويا، وهو رقم كبير للغاية. ولنا أن نتخيل أن الموازنة العامة للدولة لعام 2021-2022 كانت قائمة على حساب سعر برميل البترول على أساس 60 دولارا للبرميل الواحد، وهو ما يتم احتسابه حاليا على حوالي 80 دولارا للبرميل. وعلى الرغم من الظروف الإقليمية والدولية التي دفعت أسعار المحروقات في العالم إلى الارتفاع، فقد جاءت مصر في المركز الرابع في قائمة الدول الأقل سعرا في البنزين على مستوى العالم، كما جاءت أيضا توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بعدم المساس بسعر رغيف الخبز المدعم، على أن تتحمل الدولة فرق الزيادة بالنسبة للأفران التموينية التي تعمل بالسولار أو بالغاز، ليؤكد انحياز الرئيس السيسي الدائم للفئات الأكثر احتياجا. مشاهدينا الكرام، كان هذا استعراضا لجهود الدولة في دعم المواد البترولية. نشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعة. إليك مرة أخرى رامي. شكرا للزميلة سمرة الزهيري.